والدك بالعالمين. بعثه الله تعالى إلى العالمين بشيرا ونذيرا، بعثهم برحمه وهدئ إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءه كخرائط أضاء سماه، وإنما ابتدئ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لأن لا يهدأه الملك بصريح القوة فلا تقوى وحب بهذه الخلائق، فكان تعبد بعراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق وأوفاه، وذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة الخلق بشهر الليلة القدرية، وتم أقوال لسبع أو أربع وعشرين منه أو ثمان حلف شهر مولده صلى الله عليه وسلم الذي بدأ فيه بدر محيا. عقل اللهم قبره فقال ما أنا بقارئ، فغطه غطة قوية، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثانية حتى بلغ منهم جهد وغطاه، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيقائله بدعية ويقابله بجد وجهاد ويتلقاه، ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاته كالنفحات الشرية، ثم أنزلت يا أيها المدثر، فجاءه بها جبريل وناداه، فكان لقوته لتقدم اقرأ اسم ربك شاهد على أن لها السابقية، والتقدم على رسالته والإشارة والنجالة لمن دعا. اللهم قبره الكريم لعبد شقي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله تعالى بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه بالله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه، ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صفية وغيرهم بمن أنهاله الصديق سقاحيق التصديق وسقاه، وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فشهر بدعاء الخلق إلى الله. اللهم قبره الكريم لعبد جليل في صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم يبعد منه قبره حتى عاب موالاة آلهته وأمر برب ما سوى الوحدانية، فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأذاه، واشتد على المسلمين البلاء فيها، فهاجروا في سنة خمس إلى الناحية النجاشية، وحجب عليه عمه أبو طالب، فهابه كل من القوم وتحاباه، وفرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام بعض الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة،
ولحابه القدسية وغلش به إلى السماوات فرقا.